نبدأ تنورة الفستان، وأول شيء نربط الخيط يعني في هذه الجهة تحت الأكمام، نربط الخيط ونعقده جيدا كي لا ينفك من بعد. وفي هذه الغرزة نبدأ ونصنع غرزتي سلسلة ثم 4 أعمدة في نفس الغرزة، العمود الأول والثاني الثالث والرابع. وغرزتي السلسلة التي بدأنا بها تعتبر كعمود، يعني 5 أعمدة، غرزة المروحة ب5 أعمدة. الآن نصنع غرزة سلسلة، نترك غرزة ونشتغل في الغرزة الأخرى ونصنع عمود واحد، يعني بنفس هذه الغرزة التي اشتغلنا فيها قبلا. كما ترون هنا 5 أعمدة، غرزة سلسلة وغرزة عمود، بعد 5 أعمدة فقط. هنا صنعت الأعمدة في غرزة واحدة لأن كي لا نضيف من بعد زيادات، الزيادات ستكون في هذا السطر، ومن بعد سنستمر بنفس الطريقة بدون زيادات. غرزة سلسلة ونستمر، نترك غرزة ونشتغل في هذه الغرزة، نصنع غرزة مروحة ب5 أعمدة. غرزة سلسلة، نترك غرزة ونشتغل في الغرزة الأخرى ونصنع عمود. غرزة سلسلة، نترك غرزة ونشتغل في الغرزة الأخرى ونصنع غرزة مروحة ب5 أعمدة. كما ترون نستمر بنفس هذه الطريقة إلى نهاية الدورة، مرة مروحة، غرزة مروحة ب5 أعمدة، غرزة سلسلة ثم عمود. دائما بنفس الطريقة نتناوب على غرزة العمود وغرزة المروحة إلى نهاية الدورة، وأعود إليكم في النهاية. كما ترون هنا نصنع غرزة عمود في هذه الغرزة، غرزة سلسلة، ونربط الآن الطرفين معا بواسطة غرزة منزلقة. وهكذا نكون قد صنعنا يعني السطر الأول للتنورة بنفس طريقة الصدر، يعني بنفس غرزة الصدر. سنستمر الآن فوق غرزة العمود، نصنع هذه الغرزة عمودين بينهما غرزة سلسلة، وفوق 5 أعمدة 3 أعمدة. سنصنع 3 أعمدة وسط 5 أعمدة، ولذلك نصنع الآن غرزة منزلقة. نبدأ بغرزتي السلسلة ثم هنا غرزة عمود، ثم هنا أيضا غرزة عمود، نصنع غرزة سلسلة، وفوق العمود هنا نصنع عمود، غرزتي سلسلة ثم عمود آخر، غرزة سلسلة، ووسط غرز السلسلة عفوا غرز غرز الأعمدة الخمسة نصنع 3 أعمدة هنا في الوسط، العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. نصنع غرزة سلسلة
ودائما فوق العمود نصنع عمودين بينهما غرزتي سلسلة. العمود الأول غرزتي سلسلة، ثم العمود الثاني فوق نفس العمود غرزة سلسلة، ونصنع هنا في الوسط 3 أعمدة، العمود الأول الثاني والثالث غرزة سلسلة، ونستمر بنفس الطريقة فوق هذا العمود. سنصنع الآن مرة أخرى عمود غرزتي سلسلة وعمود بنفس الغرزة، وهكذا نبدأ هذه الغرزة التي اشتغلنا بها في الصدر. سنتابع هذا الصدر بنفس الطريقة إلى نهاية الدورة. وصلنا إلى نهاية الدورة هنا، ونصنع نغلق الطرفين معا بواسطة غرزة منزلقة بالضبط هنا فوق غرزتي السلسلة التي بدأنا بها في البداية. نصنع غرزة منزلقة، والآن بنفس الطريقة سنشتغل بهذا السطر، لكن غرزة العمود ستكون هنا، وخمسة أعمدة ستكون داخل هذه الحلقة. نصنع غرزة منزلقة داخل وسط هنا 3 أعمدة السابقة، يجب أن يكون العمود بالضبط في الوسط. الآن نصنع غرزتي سلسلة مكان العمود، ثم غرزة سلسلة، وداخل هذه الحلقة نصنع 5 أعمدة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، وخمسة. نستمر غرزة سلسلة، ووسط 5 أعمدة عمود واحد هنا في الوسط. ثم غرزة سلسلة واحدة، ثم داخل هنا هذه الحلقة نصنع 5 أعمدة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، وخمسة. غرزة سلسلة، نستمر بهذه الطريقة، غرزة سلسلة، ونصنع عمود وسط 3 أعمدة عمود واحد، غرزة سلسلة، ووسط هذه الحلقة نصنع 5 أعمدة. هنا 5 أعمدة. نستمر بنفس هذه الطريقة، ودائما بين الغرز غرزة سلسلة، دائما نفرق غرزة سلسلة بين كل الغرز. نستمر دائما فوق 3 أعمدة عمود واحد، وفي هذه الحلقة 5 أعمدة، ودائما بينهم غرزة سلسلة واحدة. نستمر بنفس الطريقة إلى نهاية الدورة. في النهاية نصنع غرزة سلسلة، ثم نربط الطرفين معا بواسطة غرزة منزلقة. بعد غرزة العمود هناك دائما هذه الغرزة، وبعد 5 أعمدة دائما هناك 3 أعمدة. لذلك يعني سنتبع دائما نفس الطريقة، نفس الطريقة في هذه الغرزة. هنا سنصنع غرزتي سلسلة، نبدأ بغرزتي سلسلة ثم غرزتي سلسلة مرة أخرى، وداخل نفس الغرزة نصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة، و3 أعمدة وسط 5 أعمدة. غرزة سلسلة،
في هذا العمود نصنع عمود آخر، ثم غرزتي سلسلة وعمود في نفس الغرزة. سنستمر يعني بنفس هذه الطريقة دائما، نعيد الأشياء. غرزة سلسلة، ثم هنا فوق 5 أعمدة دائما 3 أعمدة. غرزة سلسلة، وهنا سنصنع عمود، غرزتي سلسلة، ثم عمود آخر داخل نفس الغرزة. سنتبع يعني نفس الطريقة. إذا يعني لم تتعودوا على الغرزة، يكفي فقط عندما نصل إلى 5 أعمدة نصنع فوقها 3 أعمدة. عندما نصل إلى عمود نصنع فوق هذه الغرزة هنا عمودين بين وسطهما غرزتي سلسلة. ودائما بين الغرز هناك غرزة سلسلة، مثلا هنا دائما نضيف غرزة سلسلة قبل أن نبدأ بهذه الغرزة. الطريقة جد سهلة. سنتابع يعني بنفس الخطوات. إلى أن نحصل على الطول المرغوب فيه في تنورة الفستان. كما ترون هناك زيادة فقط في البداية هنا، لأن بدل أن أصنع هنا غرز الأعمدة 5 أعمدة، هنا في كل غرزة هناك عمود، اشتغلتها معا في نفس الغرزة وكانت هنا الزيادة من البداية. وهكذا كي يسهل عليكم يعني الأمر، ولا وتكون يعني الطريقة بسيطة. من البداية زيادات، ونستمر بنفس الطريق من نفس الغرزة. الغرزة هي نفسها بدون أي زيادات إلى أن نحصل على الطول المرغوب فيه في تنورة الفستان، ثم أعود إليكم. وأخيرا انتهينا من الفستان، يعني اشتغلت لبضعة سطور إلى أن حصلت على الارتفاع المرغوب فيه. كل واحد يعني وذوقه في الارتفاع، يعني من يريد فستان قصير، من يريد فستان متوسط طول أو طويل. يمكن يعني أن نبقي الفستان على هذا الشكل البسيط لكن جميل، ويمكن أيضا أن نزينه حسب أذواقنا. ولذلك سأنزل لكم الحلقة الثانية أو الجزء الثاني لهذا الفستان، وسأظهر لكم كيف سأزينه وكيف سيتبدل شكله. كانت هذه حلقة اليوم أو الجزء الأول لهذا الفستان. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومساندتي لأعطي المزيد. أترككم في رعاية الله، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.